بكم الناس الكل. احنا اليوم في اطار نفس الورشات اللي قدمها المركز الوطني لفن العرب، كنا قدمنا في مناسبه اولى ورشه في تقنيات صنع الاقنعه، واليوم في نفس الاطار نطرح عليكم ورشه في النحت. ورشه النحت ماهيش باش تكون في المطلق، وانما باش نحاولوا نقربوها المجال العرائس، باش نحاولوا نتفهموا خصوصية المواد المستعملة في مسرح العرائس وفي صنع العرائس، وباش نحاولوا في مرحلة أخرى نتفهموا المقاييس اللي بها نخدموا الماريونات متاعنا وإلا التقسيمات متاعنا اللي موجودة في أشكال اللي تقترحهم العرائس في المسرح متاعنا. الحصة الأولى باش تكون تعرف على المقاييس متاع الرأس الإنسان العادي، مقاييس وجهه وأبعاده، وباش نتعداو نصنعو هكا ولا لتصور بسيط حول رأس ماريونات، تصور ماهوش معقد لكن تصور بسيط، ومن بعد نتعداو المرحلة متاع تنفيذ هالرأس هذا ونحتو بمواد مختلفة. في الحصة هذه أو في الورشات هذه اللي يمكن تقام على 4 حصص أو 5 حصص، باش نتعداو من حصة أولى باش نستعملوا تين وننحتوا رأس تاع عروسة ماريونات القالب متاعها، ومن بعد نستخرجوه. وفي نفس الوقت باش تعرفوا على تقنية ثانية اللي هي تقنية نحت على الخفاف، اللي هو تقنية أخرى من التقنيات. نشوفوا أيضا طرق اللي ينغلفوا بهم العروسة سواء بالريزين أو البابيتاج، وإلا نشوفوا أيضا الطريقة متاع البابي ماشي كيفاش نخدموا بها راس تاع ماريونات تكون خفيفة وتراع. مانيش باش ندخل برشا في التعقيدات متاع الماريونات، مانيش باش نخدم برشا على الميكانيزم اللي طلبوا، مثلا إذا كان الفم يتحرك أو العينين تتحرك، لكن نخدم على الشكل العام، باش نركزوا على حاجتين، الشكل والشكل، باش نركز على الشكل، وباش نركز ايضا على المواد والخامات اللي نخدموا بها في مسرح العرس، واللي هذيك هي جايبينها من مجال النحت، لكن خصوصية مسرح العرس اللي يتطلب الخفة والديمومة وإمكانية الترميم والتصليح هي اللي باش تخلينا نختاروا المواد هذه دون غيرها. باش ننطلقوا في المرحله الاولى باش نفهموا التصور وعلى ابعاد الراس الانساني، ومن بعد نمشوا لخصوصيه راس الماريونات وعلى شكل ماريونات. المرحله هذه باش نفهم خصوصيه الراس الانساني استعنت بتمثال بارتفاع 30 سنتيمتر رأس ديمترا اللي هي ربة الخصوبة عند القرطاجيين في القرن الأول للميلاد، لنشرحها على الأقل الأبعاد اللي موجودة في الرأس الإنساني. أولا في أي رأس ثم دائما حاجة اسمها لاكس. لاكس هو المحور اللي يقسم الرأس على اثنين. لاكس هذا في أي وجه يبدأ موجود ويتحرك حسب الخصوصية متاع الوجه. لاكس هو يحدد لنا الأبعاد متاع الوجه. إذا كان أنا الوجه متاعي في الكبر هذا، الكبر هذا النجم نلاحظه كونه الوجه يتقسم 3 أبعاد ولا 3 أبعاد أساسية. نشوفوا منطقة الجبهة، منطقة الخشم اللي هي متساويين، ومن بعد من آخر الخشم حتى للدقن الملوطة كيف متساويين. معناها الوجه ديما موجود هذه الجبهة تساوي الخشم تساوي منطقة هذه.
لهنا بعد الجبهة تجي ثلث على الشكل هذا. إذا كان الجبهة هذه موجودة لهنا نقسمها على ثلاثة ونزيد ثلث في الكبر متاع الرأس. نفس الحكاية الجبهة هذه اللي هو من النقطة هذه هي بيدها تتعاود حتى أطرف العين، كيف كيف هي بيدها من هنا. يعني إذا كان مش لخص الوجه اللاكس هذا اللي موجود هنا يتقسم على ثلاثة، وهو بيدو هذا البعد هذا هو اللي باش يحدد لي النهاية متاع العين. أنا عندي أكس، خط أول اللي هو متاع الحواج، خط ثاني باش نحدد به الخشم، وخط ثالث اللي هو الذقنونة الملوطة الذقن متاع البحر. هذوما أنا نشرح فيهم توا لأنهم هما باش يسهلوا لي بعد المقاييس متاع النحت. تبدأ في 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 تصوري كانوا الرأس متاع العروسة يزبكوا فيه أكس ويزبكوا فيه ثلاثة خطوط، خط باش يكون فيه العينين، خط باش يكون نهاية الخشم، وخط باش يكون نهاية الروح. بعد قسم هذا نشوفوا كونوا هذوما نقسموهم على اثنين، في النص الأعلى يجي الفم والنص اللي تحته يجي الباقي متاع الروح. نهاية الفم هي دائما مع وسط العين. هذوما مقاييس على الأقل في عامة لوجه الإنسان نفهمهم هذوم نجم بعد نتعدى لمرحلة النحت. بيع هذا نحت الواقعي اللي يكون فيه الأبعاد واقعية، لكن احنا ديما في مرحلة أخرى كونوا النحت متاعنا ماهوش واقعي، هو نحت تعروسة اللي فيها أبعاد أخرى ونجمه ونتحكمه نزيده وننقصه. بعد عندي مقاييس أخرى اللي هي على جنب الجنب، كما نشوفه مثلا نهاية الأذن هي بيدها تبدأ من الخشم حتى لهنا. شوفوا كون الرأس كي نشوفوه مورفولوجيا هو عبارة على دورة زايدة شوية. كي مشنا حتى أنا إذا نبدأ بالشكل العام، هذا الشكل العام هو شنو؟ هو دورة ومستطيل حسب التقريب. هذا إذا انطلق منهم نكون نبدأ في المنحوتة بتاعي بشكل واضح. بعد نجو ونشرحوا شوية إيش معناها الكونسيب. الكونسيب منطق بتاعنا. إذا كان أنا فهمت كونه العروسة بتاعي يكفي كوني أنا نعمل أكس، الأكس هذا نقسمه على ثلاثة، كونه في الخط هذا والخط هذا هو نهاية الخط والخط هذا الخط هذا. بعد نجي لهنا نفس المقاييس هذه، مش نجي ناخذها من هنا ويبيدها من هنا وقتها نكون فهمت كوني أنا عندي على الأقل الوجه. أنف هو لهنا ومن بعد إيش لهنا كما حكينا النص الفوقاني باش يكون ثم فوق مع نهاية هي دورة. هكا مش يكون تقريبا ثم شكل متاعي للوجه. هذا ديما وانا نحكي على الشكل العام. وذني تبدأ مع الخشام كيف لهنا تبدأ مع الخشام، الثلث اللي حكينا عليه تاع الفروسة هذا شكل الوجه عموما. تفاصيل بعد نوصل لتفاصيل، اما انا اعطيني توا الشكل العام لحاجتي بيه كيفاش باش ندخلوا اللوحة. يعني انا في مرحلة النحت اذا كان مش نبدا مش نبدا اني نعمل لاكس، بعد لاكس باش نجي نعمل الشكل هذا بالتين.
بعد باش تخلق الدورة هذيك اللي هي موجودة في الرأس واللي باش تخولي يكون الشك يكون عام ونشوفه بعد في فترة النحو. تحضير المرحلة هذيك أنا اليوم جبت لوحة عملت فيها أكس مسمار ينجم يكون ومش نبدأ مش نحتاجه للي جوج بتاعنا كالعادة تعطين فشفشة الماء اللي حكينا عليها وباش نحتاجه أيضا للدين مادة الدين اللي هو باش نخدمه بيه المنحول تاريخ. هذوما تقريبا المواد اللي باش يخدموا بهم المرحلة الأولى مع التركيز وفهم خصوصية الوجه اللي باش نعملوه كيفاش باش نعملوه كيفاش نخدموا الدين كيفاش نزيدوه هكا باش نوصل لتوجه تقريبي الماريونيت حسب التصور بتاعي ولكن فيها خصوصية جمالية معقولة. كما حكيت من البداية باش نحتاج لوحة سيبور حط عليه مسمار ولا حاجة ولا إذا كان مثلا ماش تل وفي الشكل هذا باش نبدأ نخدم الرأس متاعي متاع الماريونات اللي هو تقريبا مشكون في الكبر هذا ككل شكلا عام باش نحاول من داخل نعبيه بشوية مواد أخرى مهوش بالطين بالضرورة لخاطر من داخل الشكل على الأقل المرحلة هذية ما يهمنيش نجم نستعمل جدا سكوتش سكوتش بتاعي هذا اللي هو السكوتش العادي نشد بيه نعبي بيه من داخل الشكل بتاعي هو نخلق مواد مش بضرورة المادة كل من داخل تكون بالتين لا نجمو نعبو الشكل متاعي وبعد نخدم الشكل للداخل بالتين نذكر كونو احنا باش ننطلقو من اللون باش نعملو السيركل والوجه ونشوفو التقسيمات بشوية بشوية. موضوعنا اليوم هو وجه ماريونات تقنية المودلاج التين هذا هو التين ما لازمش تخاف منه كما حكينا المرة فاتت لأنه هو مادة طيعة ماهوش مادة صعيبة ولا تتطلب برشا جهد لا هو مادة نجمو نصلحوها نجمو نزيدو نجمو نقصو ديما عنا الحلول تاعنا. نذكر كوني أنا باش ننطلق في البداية بشكل بسيط الوجه نحاول نعمل دورة وبعد الدورة نجي المستطيل بتاع الوجه من داخل نجم الدورة نشوف كل مش زيد الدورة هذي بشوية بشوية لنوصل للشكل الخارجي متاع الوجه حاشتيش بالتفاصيل انا توا حاشي كان بشكل خارجي واللي هو باش يكون تاع الماريونات في الاخر رأس الماريونات العروسة متاعي زي الشكل
مبهم، ماهوش فيش حتى تفاصيل. الشكل البسيط الأول اللي مش نبدأ بيه بيضوي، وكان نثبت شوية تنقى كونه عنا الأكس. الأكس متاعي موجود، شكل عام، الجبهة موجودة، منطقة اللي باش يجي منها الخشم، ووين يبدأ الفم اللي هو من هنا. إذا لاحظوا كونوا الشكل توها مازال مبسط ومازال ما فيش تعقيدات اللي ظهر لي شخصية متاعي. باهي، المرحلة الثانية نعمل الشكل هذا التقريبي. الوجه فيه منطقة بارزة اللي هي أعلى نقطة تقريبا واللي هي الخشم. الخشم يجي في وسط الوجه، هنا وسط الوجه تقريبا لهذه العين، وهذا اللي نحكي على العين، نحكي من أطرف الحاجب إلى أطرف الحاجب، مش نحكي على العين الدخلانية، لا نحكي على الحاجب لهنا. إذا كان هذا الحاجب شكون ثم العين موجودة لهنا، كيف كيف لهنا العين، كيفاش نعرفها أنا؟ إنه هذه واحدة، هذه اثنين، وهذه ثلاثة. ما بين العين والعين ثم عين ثالثة ما تتشافش، لكن هي في منطقة الخشم، لكن المرحلة هذيك ولا ديستانس هذيك هي متاع العين. أول مكان بارز في الوجه هو النقطة هذه من الخشم، أعلى تقريبا من الجبهة، أعلى من كل بلايس كل كان ثبت أنا، حتى في مثلا في الموديل هذا اللي هو ما يستقيمش في المنطقة، نشوف كونه الخشم تاعي هو لهنا أعلى حتى من الجبهة وأعلى من العين. يعني احنا في الخدمة نحاولوا ونفهموا البلايس العالية بارابور للخدمة ككل. شنو مش نعمل باش نزيد شكل ماهوش خشم، لكن يجي طلع الخشم. نقطة أخرى وين موجودة العينين هي داخلة برابور الوجه، مش نجي منطقة العينين نقص منها كيف كيف من هنا، مش برشا لكن نقص حتى حواجب الكل. بعد إذا كان ثبت توا على الجنب، نشوف الشكل متاعي على الجنب اللي بدا يوضح. الإنسان العادي عنده الخدود، عنده الفم، عنده هذوما بارزين، والفم زاد بارز. معنى الفم بارز؟ إذا حكينا إحنا كونوا هذوما الخط في الخشب، لأنه كيف قسموه على اثنين الفم يجي تقريبا لهنا. الفم ماهوش محفور لداخل في الوجه، هو حاجة بارزة، يعني حاجة بارزة نحكو على منطقة طالعة. هناك هذوما أيضا بارزين، هذاك علاش باش نخدموهم الزوج مع بعضهم. لحد الآن نعمله في تصور مبدئي
للوجه. علاش مازلنا ما خلاش في حاجه اسمها تفاصيل؟ نذكر كوني انا مش باش نخدم برشا بحاجه اسمها المقاييس ولا العاديه نتاع، اما نحب نشرح شويه على الاقل في المرحله هذه المقاييس. أتذكر كوني أنا نعمل في منحوتة يواجه عروسة عرايس، لكن في نفس الوقت نحاول نشرح الطريقة اللي نخدم بها الأرجيل ولا نكمبوزي بها ولا نبني بها العناصر متاع الماريونات متاعي، الخطوط الداخلية، العضلات، عضلة الوجه، كل لازم نحاول نبنيهم واحدة واحدة. علاش لهنا باش نحاول على الاقل تصويره توضاح اكثر انه الشكل مازال ماهوش واضح للدرجه هذيك، اما على الاقل كما شكل الوجه بدا يظهر. واضحة العروسة متاعنا شكلها مازال في يعني الرأس مازال في المعايير، تقريبا المعايير. احنا لهنا مثلا لاحظوا كوني انا مازلت نخدم على الشكل العام، خلتش في التفاصيل، لكن ثم خطوط بداوا يظهروا لي. زلنا احنا قراب من المورفولوجي الواقعية به، ولكن مش نبدأ ونتجاوزوها واحدة واحدة. هذا على الأقل في المرحلة هذه من المنحوتة. في العرائس مثلا تلاحظ كوني عملت الخط هذا هذا وهذا، هو مكان الفم. إذا كان عندي عروسة باش تحرك باش تخدموها الكل، لكن بعد باش نشوف هذايا نقصو الكورني، باش يبقى عندي المشوار هذا مشوار واللي هو فيه الحركة هذي متاع الفم. العينين باش يجي وقتها قاور هذا حسب الشكل متاع العين، تكون فارغة من داخل كيف كيف لهنا. هذا نحكي في حالة كونه العروسة متاعي باش تكون عينيها تتحرك وفمها يتحرك، لكن أنا لهنا مش باش نعمل، لكن ما فيها بأس إني نشرح قواعد. يعني كي نخدم أنا هكا نخدم بالمنطق هذا، هذا باش يولي يتحرك، هذوما العينين باش يرجع. لكن هذا يلزمو تقنية أخرى، كونه هذا يتصب له قالب، هذا يخرج وحده وفيها برشا خدمة. أنا في المنحوتة هذه مش باش نخدم بالطريقة هذه، باش نخدم المنحوتة العادية للعروس العادية اللي كل شيء فيها لاصق مع بعضه، وبالتالي هذا مش باش يكون موجود. شو نعمل توا؟ نحاول نبعد من التقسيم اللي عملته أنا بكري، هو التقسيم الثلاثي هذاك متاع واحد اثنين ثلاثة. باش نحاول نعمل شويه كاريكاتير، باش نقص مثلا من الخشب
الحوايج اللي تنجم تعطيني كاركتير آخر الماريونيت بتاعي. نجم نجي نحن نحاول نظهر أكثر الخطوط أو التفاصيل متاع الوجه، هذا نخدمه واحدة واحدة. نجم أنا نجي لهنا في مرحلة هذه كيف كيف من هنا، وباش نظهر شوية لحنك هذا باش تعمل شوية اكزاجيراسيون، كوني أنا نظهر لفورم أكثر، بمعنى كوني أنا باش نمشي شوية في حاجة اسمها الكاريكاتير شوية. الكاريكاتير معناها أنو الشخصية متاعنا نبدلولها السمات متاعها الأصلية فتولي وكأنها شخصية أخرى بالغو مثلا. لهنا مش تبالغ شوية في الفم كيف كيف، لهنا مش ندخل شوية في التفاصيل، نغير شوية في التفاصيل متاعي باش نظهر بلايس، باش بلايس نصغرهم أكثر كيف كيف على جناب. هذا الكل باش نظهر انه الشخصيه متاعي ماريونيت، ماهيش شخصيه حقيقيه، ماهيش واقعيه بمنطقه الواقعيه، لا ماريونيت فيها برشا كاريكاتير، فيها برشا لعب على الجانب الكاريكاتوري. كملوا توا في التفاصيل، نجم نزيدوا الودنين
رأس الماريونات العوشكة على النهاية. نستناوها تشيح شوية ونفنيسوها شوية، بعد نتعداو المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة القالب. باش نصنعو القالب على الشكل هذا لرأس الماريونات، وباش نتعداو من بعد للاستخراج، ومن بعد لمرحلة أخرى لمرحلة التلوين. في المرحلة هذه كما العادة إذا كان أنا مش نكمل نخدم فيه ولا حاجة نبلو ونغطيه، كيف نرجع مرة أخرى نرجع باش نكمل فيه شنو بالضبط باش نخدم. قابلوا في الحصة الجاية في مرحلة القولبة، باش نقولبو نصنع قالب الحصة هذي، وباش نتعرفوا على تقنية ثانية بخلاف تقنية المودلاج البتين، باش نشوفوا بالبوليستير والموس انجكتي كيفاش نجمو نخدمو ماريونات زادة خفيفة وما تطلبش باش حاجات. بالنسبة لهذا من الحصة القادمة نكملوا القالب ونشوفوا كيفاش نخرجوه مادة أخف.